بكم مجددا. تذكروا كامل حادثة صل عبده اللي بماه كان يبكي ويقول قاضي التحقيق في الجمهورية تاع محكمة الأربعة يقول له ربي يحرقك بكي مع شيخ الدين. صل واحد اللي يكسب شنو يستافي عمرو؟ مصطاد راح يشوف مولودية وهنا انصار مولودية رجال رجلة ما يلزمش ينساو طفلها ما يلزمش ينساو كل هذا. خرج من المصطاد حكموه اداوه قال انت كنت درت الشغب وكذا ويدو المخفر تاع الشرطة في مخفر الشرطة تعدوا عليه عذبوه قتلوه قتلوه في مخفر الشرطة. وهناك بعض المصادر منهم مصدر الجزائر اليوم جريدة الجزائر بار العالم على مدار الساعة جريدة الجزائر الجزائر ديلي هذا الموقع جاب يعني اعتمد على مصادر صحيحة انه الطفل عبده تعدوا عليه ولا لا حرام وباش ما يخش السر قتلوه باش ما يخش السر قتلوه خافوا يصرار من فضيحة كما فضيحة طفل سعيد شطوان اللي داو وعذبوه وتعدوا عليه كما كذلك فضيحة تاع الشاب اسمه بيت قبايل وليد ما يحضرليش اسمه اللي في المحكمة وقال لهم تعدوا عليا في سكنة عنطر ولا راح تحرك. يعني اليوم عندنا عدة حالات تاع تعدي تاع اغتصاب تاع تعذيب ولا حالة واحدة فتحوا فيها تحقيق. انت واش خاصين تاع تحقيق على الشيء اللي يحدث في الكوميساريا بوليس تاع الربح؟ واش اللي يمنعك على الاقل بورسوفي لافاس دير هكاك برك على عينين الناس تكذبوا علينا يا سيدي انتوما تكذبوا علينا في كلش انا في هذه ما خدمتش تكذبوا علينا ولا تقولوا انا فاتحين تحقيق على الاقل باش تبردوا النار اللي في قلب بابات طفل تقدروش تقولوا انا رايحين نفتحوا انا فتحنا تحقيق وما نضربوا نحكي ما موالفين مش حتى ديروها بالكذب كلكم دي تورسيونير كلكم جلادين وجبنا لأنه كل جلاد جبان جلاد من يتعنطر لما يكون هو عنده في يده كذا وحده محمي وقدامه ضحيته مكتف كل جلاد جبان ما هوش قادر يخرج برا هذا وبما أنه بما أنه النظام كله بين أيدي جبناء طبعا يغطي على الجبناء. نرجع الموضوع عبده الشاب هدايا حسب المعلومات اللي استقاها موقع جريدة الجزائر يقولوا باللي عبده لما دواء البوليسية كتفوه وداروا ليمونوت والدواء المخفر الشرطي وليه بدأوا يضربوا فيه ويعذبوا فيه وتعدوا عليه أكثر من هك حسب مصادر الموقع أنه المسؤولية كانوا قائمين بها بوليسية يعني قرايدية وراو الطفل هذا عيشوه
يعني الجحيم، عيشوه الجحيم. وزادوا في الماوة لما كانوا يديروا ذلك، كانوا يفلميوا في التليفونات بورتابل تاعهم. صور تاع لفظ انفاسه الاخيره ما عندهم في البورتابل تاعهم، ولاد الحرام كانوا يتلذوا لانهم قتلوه باش تغم. إلو أسفيكسي، غموه، غموه تغم، مات أسفيكسي. وما قداش هو ديجا كان عنده لازم مريض، عنده مشاكل تاع عزم، ما قداش يشد، مات. العائلة تاع عبدو ما عطاوهمش الجثة، عليها من المفروض مات، عطوهم الجثة، دارها في صندوق وغلق. لانه كاين اثار الضرب، وما كان لا ميدسين ريغال ولا كل شيء بيناتهم، كاين اثار الضرب. من عائله طلبت الاوتوبسي تاع شريحه الجثه، رفضولهم، رفضولهم حتى لا تكشف الجريمه، حتى لا تكشف الجريمه. هاي ليك الجزائر الجديدة تاع ولاد الحرام تبون وشنقريحة ونزار وتوفيق ومن معهم وكل من يسير في فلكهم بما فيهم عصابة صحافة بودورو تاع ولاد الحرام بما فيهم، لأنهم يسكتوا، لأنهم يسكتوا. والصمت يعتبر تواطؤ، شراكة، عندهم مشاركين في الصمت هذايا. هكذا نشوفوا كيفاش اليوم في الجزائر الجديدة تنتهك حقوق الإنسان، وتجي العصابة الحاكمة تاع العراية تحب تاخذ منصب. وين تحب تاخذ منصب؟ في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.